بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رفع من شأن العلم والعلماء. قال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ففي هذه الآيات الكريمة إشادة بالعلماء وإشادة بالعلم. قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هم الذين جمعوا بين العلم والعمل. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، ذلكم هو العلم. وهذا هو شرف العلماء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالعلم هنا العلم الشرعي المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو العلم الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب، ولأنه العلم الذي يهدي إلى الله وإلى جناته وإلى السعادة في الدنيا والآخرة. والعلوم كثيرة، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: علم يجب تعلمه إما على الأعيان وإما على الكفاية، وهو العلم الشرعي الذي يعرف به العبد كيف يعبد ربه ويعرف به أمور دينه ويعرف به ما يحل له وما يحرم عليه ويعرف به الطريق الموصل إلى الجنة والطريق الموصل إلى النار. فهذا يجب تعلمه إما على الأعيان، وهو القدر الذي يستقيم به دين العبد في عقيدته وفي عبادته وفي معاملاته وفي أخلاقه، فهذا يجب على كل مسلم وجوبا عينيا أن يتعلمه، كما قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة
على كل مسلم، وهو ما لا يستقيم الدين إلا به، في العقيدة، في العبادات، في المعاملات، في كل ما يحتاجه العبد في خاصة نفسه. من تركه فإنه يأثم ويكون عمله على جهل، والجهل يؤدي إلى الضلال. والنوع الثاني ما وجوبه كفائي، وهو ما زاد عن النوع الأول من أحكام المعاملات وأحكام المواريث والوصايا وأحكام الأنكحة والطلاق والعدد والجنايات والحدود، أحكام القضاء، هذا فرض كفاية إذا قام به من يكفي الأمة فإنه يبقى في حق البقية سنة مؤكدة، وإذا تركه الكل فإنهم يأثمون جميعا. هذا هو النوع الأول، وهو ما يجب تعلمه عينيا أو كفائيا. النوع الثاني ما يحرم تعلمه، وهو العلوم الضارة في العقيدة، في الأخلاق، ما ضرره أكثر من نفعه، كعلم السحر وعلم الكلام والمنطق الذي يشغل عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد حذر العلماء من علم الكلام وبينوا مفاسده في العقيدة وفي الدين، وهذا شيء معلوم في كتبهم، لأنه يشغل عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعدل عن الاستدلال بهما إلى الاستدلال بالقواعد المنطقية والمجادلات الكلامية التي لا تسمن ولا تغني من جوع. وكذلك علم الموسيقى وعلم اللهو واللعب، هذه أمور يحرم تعلمها. علم النجوم تنجيم، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، لأن هذا يتنافى مع عقيدة الإسلام، لأن فيه إسناد الأمور إلى غير الله سبحانه وتعالى، فهو شرك. واعتقاد بالنجوم أنها هي التي تتصرف في الكون. أما ما كان من علم النجوم أو علم الحساب الذي ينتفع به في معرفة المواقيت ومعرفة القبلة، فهذا مباح، وهو ما يسمى علم التسيير، والأول يسمى علم التأثير. علم التأثير محرم، وأما علم التسيير وهو معرفة الحساب الذي به ينتفع الناس في مواقيت عباداتهم ومعاملاتهم ومواقيت زروعهم وغرس أشجارهم، ويستدلون به على القبلة، فهذا مباح، وقد يجب تعلمه إذا كان يعين على أداء العبادات في مواقيتها.
فهذا النوع من العلم وهو علم التنجيم أو علم النجوم هذا من أمور الجاهلية، وهو حرام إلا ما استثني منه مما ذكرنا. النوع الثالث مباح، علوم مباحة، يتعلم الصناعة والهندسة وتعلم الحرف، هذه علوم مباحة لأنها يستفاد منها في الدنيا ولا يترتب عليها محذور في الدين، وحاجة الناس تدعو إليها، فهي من الأمور المباحة، لكن بشرط ألا تزاحم العلوم الدينية. فإذا كانت تزاحم العلوم الدينية أو تقدم على العلوم الدينية إنها لا تجوز في هذه الحالة. هذا هو المقصود بالعلم وتقسيمه من حيث الحكم. العلم أيها الإخوة، علم الشريعة لا يحصل بدون تعلم، بل لا بد من تلقيه عن أهله وأخذه عن مصادره، من كتاب الله وسنة رسوله، وتلقيه عن أهله المعروفين به. وكل مخلوق من بني آدم فإنه بحاجة إلى أن يتعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. الله جل وعلا يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالإنسان يولد وهو لا يعلم شيئا ثم يتعلم بعد ذلك. الملائكة الكرام يقولون: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فكل مخلوق، كل عاقل، كل مخلوق فإنه بحاجة إلى أن يتلقى العلم من مصادره وعن أهله، ولا يحصل على العلم بدون تعلم. وإنما هذا قول الصوفية الضلال الذين يقولون إن العلم يحصل بدون تعلم، إنما هو فيض يصل إلى العبد إذا صفت نفسه ووصل إلى مرحلة عندهم من مراحل التصوف، فإنه يأتيه العلم بدون تعلم ويأخذ عن الله مباشرة. هذا ضلال مبين. ولو كان يستغني عن العلم أحد استغنى موسى عليه الصلاة والسلام، ولكنه بحاجة إلى التعلم، ولذلك لما علم أن هناك عبد من عباد الله في الأرض عنده علم ليس عند موسى سار إليه موسى وسافر إليه، تكبد المشاق. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما اتخذ سبيله في البحر سربا، فلما جاوزا قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا،
قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا هذا محل الشاهد أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا إلى آخر الآيات والشاهد منها أن موسى عليه السلام كليم الله رحل ليتعلم العلم لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين له أنه لا بد من طلب العلم وليكون قدوة لغيره من المؤمنين مع أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يوحي إليه ولكن هذا من أجل أن يبين لموسى حاجة البشر إلى العلم والتعلم والله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما فمحمد صلى الله عليه وسلم لم يسأل ربه الزيادة من شيء إلا من العلم والله جل وعلا يقول وفوق كل ذي علم عليم فلا بد من طلب العلم ولا بد من الصبر في تلقيه ولا بد من الصبر على مشاقه والإمام الشافعي رحمه الله يقول ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته فلا بد من تلقي العلم عن مصادره وعن أهله ولذلك كان السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين ومن تبعهم كانوا يطلبون العلم ويحرصون على تلقي عن علمائهم ويسافرون لرواية الحديث الواحد رحل بعض الصحابة من المدينة إلى مصر من أجل أن يتلقى حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله عنهم يتلقون العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظون نصوص القرآن ونصوص الأحاديث ويتفقهون في معانيها ولا يقتصرون على الحفظ بل يتبعون الحفظ بالفهم والفقه قال قائلهم ما كنا نتجاوز 10 آيات من كتاب الله حتى نعلم معانيهن والعمل بهن قال فتعلمنا العلم فتعلمنا القرآن والعلم والعمل ويروى أن عمر رضي الله تعالى عنه مكث في تعلم سورة البقرة سنين يتعلمها وليس المعنى أنه يقتصر على حفظ الآيات وإنما معنى يتعلمها يتعلم فقهها وأحكامها وما تدل عليه وكان مجاهد بن جبر رحمه الله من أئمة التابعين يقول عرضت المصحف على ابن عباس كذا وكذا مرة أقفه عند كل آية وأسأله عن معناها هكذا طريقة السلف رحمهم الله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتعلمون العلم وكانوا يحفظون النصوص من كتاب الله
ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتفقهون في معانيها في آن واحد ويطبقونها بالعمل، حتى تعلموا القرآن والسنة وتعلموا العلم منهما وتعلموا العمل. وكذلك التابعون تلقوا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، حفظ النصوص تلقيها عن العلماء ثم التفقه في معانيها، ولا يقتصرون على الحفظ فقط أو يقتصرون على الفهم فقط كما يقوله بعض المعاصرين الآن الذين ينددون بالحفظ ويحذرون من الحفظ ويقولون يكفي الفهم. فهم بدون حفظ لا يمكن، لا بد من الحفظ أولاً ثم الفهم ثانياً، وبدون هذا لا يمكن أن يرسخ العلم ولا يمكن أن يحصل شيء من العلم. فكان الصحابة رضي الله عنهم لا يكتبون، وإنما يقتصرون على الحفظ والرواية ثم الدراية والفقه في صدورهم، ولا يكتبون ذلك إلا ما قل منهم. كذلك التابعون كانوا يعتمدون على الحفظ والفهم تفقه على العلماء بدون كتابة، كانت أوعيتهم صدورهم وهي كتبهم، لما أعطاهم الله جل وعلا من صفاء القريحة ومن الرغبة الصادقة والإخلاص في النية في طلب العلم، حتى كانوا يحملون العلم في صدورهم ويلقونه على طلابهم وتلاميذهم، تلاميذهم كذلك دون حذوهم يعتمدون على الحفظ والرواية والدراية، وكانت الكتابة قليلة فيهم، لأن الكتابة قد تكسل الإنسان عن الحفظ ويعتمد على الكتابة، ولذلك ما كانوا يكتبون إلا نادراً أو قليلاً. وكانت الكتابة يقصد بها الاحتفاظ ببعض المعلومات للشخص نفسه، وليست على شكل كتب توزع أو تنشر، وإنما يحتفظ بها العالم لنفسه ويراجعها ويستذكرها. ثم بعد ذلك ظهرت الكتابة، كتابة العلم، دونت العلوم في الكتب، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن حفظه لهذا الدين وهذا القرآن، كما قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فدونت الكتب وقسمت إلى فنون وإلى أنواع من العلوم، لكن كلها تلتقي في العلوم الدينية وما يساعد عليها من العلوم التي تسمى بالعلوم تسمى بعلوم الآلة، كعلم العربية، علم النحو، علم اللغة العربية، هذه تسمى بعلوم الآلة، لأنها تساعد على فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دونت الكتب ونوعت إلى فنون، كتب العقيدة، كتب التوحيد، كتب الفقه، كتب التفسير، كتب الحديث، كتب اللغة العربية،
حينئذ احتفظ بالعلم بدلاً من كونه في الصدور إلى كونه محفوظاً في السطور وفي الكتب. فكتب العقائد أو كتب التوحيد أو كتب الإيمان يراد بها معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ومعرفة عبادته، ومعرفة ما يضاد التوحيد من الشرك والكفر والنفاق وأنواع المنقصات والمناقضات من أجل أن يتجنبها المسلم. هذا مجمل محتوى كتب العقائد. كذلك منها أيضا معرفة أسماء الإيمان والدين، ومعرفة الحكم في أصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومعرفة حق الصحابة والسلف الصالح، ومعرفة حد الإيمان وتعريف الإيمان، إلى غير ذلك من فنون العقيدة التي هي مدونة ومعروفة الآن وهي بين أيدينا والحمد لله. أما كتب الفقه فإنها تعنى بالأحكام الشرعية المستنبطة من الأدلة التفصيلية، كما عرف الأصوليون الفقه بأنه استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. هذا هو الفقه، ويتناول أحكام العبادات وأحكام المعاملات وأحكام الوصايا والمواريث والأوقاف وأحكام الأنكحة والطلاق والعدد وأحكام الجنايات والحدود وأحكام القضاء. هذه محتويات أو جملة محتويات كتب الفقه. وأما التفسير فيراد به تفسير كلام الله سبحانه وتعالى وبيان معاني القرآن الكريم ومدلول الآيات وما يؤخذ منها من الأحكام الشرعية في جميع أمور الدين. وكذلك الحديث، ويراد به ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، فشرح هذه الأحاديث أيضاً أمر مهم للاستفادة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ مداركه ليستفيد منها المسلمون. النحو والصرف. النحو راد به معرفة تغير أواخر الكلم بالحركات المقدرة أو الظاهرة أو الحروف. وأما الصرف فيراد به معرفة بنية الكلمة وما يعتريها من إبدال وإعلال وإلى آخره. فالنحو يتعلق بأواخر الكلم، وأما الصرف يتعلق ببنية الكلمة كما هو معروف. وكذلك البلاغة، ويراد بها معرفة أسرار اللغة وما فيها من بيان وبديع وإيجاز وإطناب وغير ذلك كما هو معروف. هذا مما يساعد على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أنزل القرآن باللغة العربية
بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي يتكلم باللغة العربية الفصحى، فلا بد من معرفة معاني كلام الله وكلام رسوله، من إتقان النحو والصرف، ومعرفة علوم البلاغة وما يتعلق بمفردات اللغة، لأن هذا كله مما يعين على فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان السلف الصالح يتلقون العلم عن مشايخهم وعلمائهم، يتلقونه حفظاً وإتقاناً وضبطاً، ويتفهمون معانيه وأسراره، ويأخذون هذا عن علمائهم ومشايخهم، كما يتلقون النصوص، يتلقون معانيها وفقهها وما تدل عليه. وكانوا في الغالب يقتصرون على الحفظ ولا يعتمدون على الكتابة، هذا في الصدر الأول، ثم حدثت الكتابة، ثم دونت الكتب بعد ذلك، وصارت الكتب منوعة ما بين مختصرات ومتوسطات ومطولات، لأجل أن يتدرج طالب العلم في أخذ العلم شيئا فشيئا. فالعلماء قصدوا من تنويع الكتب من مختصرات إلى متوسطات إلى مطولات، من أجل أن طالب العلم يأخذ العلم شيئا فشيئا ولا يأخذه دفعة واحدة، فمن أراد أخذ العلم كله حرم منه كله، من أراد أن يأخذ العلم دفعة واحدة حرم من العلم مرة واحدة، لكن إذا أخذه شيئا فشيئا وأخذه مراحل فإن ذلك مما يساعده على استيعابه وعلى الإلمام به. فكانوا يكتبون في كل فن من هذه الفنون مختصرا يبدأ به الطالب ويحفظه، يستظهره على شيخه ويتلقى شرحه من شيخه، ثم يتدرج منه إلى ما هو أوسع منه وهكذا. ولهذا يروى في تفسير قوله تعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أن الربانيين هم الذين يعلمون صغار العلم قبل كباره، أو يتعلمون صغار العلم قبل كباره، هذه هي التربية الصحيحة، وهذا هو التدرج الصحيح. وما عمل العلماء هذا العمل في الكتب إلا عن تجربة وعن خبرة وعن حكمة، فإنهم جعلوها على هذا النمط، متدرجة من المختصر إلى المتوسط إلى المطول، فطالب العلم يرقى درجات، وهذه المختصرات هي مفاتيح العلوم وهي أصول العلوم، ولهذا يقولون: من ضيع الأصول حرم الوصول. فالذي يضيع المختصرات ولا يهتم بها ويريد أن يأخذ العلم من المطولات، هذا يضيع ولا يحصل على شيء، لأنه ضيع الأصول فحرم الوصول. والله جل وعلا يقول: وأتوا البيوت من ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها
وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وهذا يشمل، وأتوا البيوت من أبوابها يشمل تعلم العلم، فإن له أبوابا ومداخل ومسالك، من ضيعها فإنه يحرم من العلم. هكذا كان سلفنا الصالح في تلقيهم للعلم، أولا يتلقونه عن علمائهم، وثانيا يأخذون العلم من مصادره، من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثالثا كانوا يتدرجون في التعلم ولا يأخذون العلم دفعة واحدة وجرعة واحدة، رابعا ما كانوا يقفون عند حد في تعلم العلم، بل كانوا دائما يتزودون من العلم، وكلما وجدوا فرصة ووجدوا من هو أعلم منهم استفادوا منه. هذه طريقة السلف الصالح، وكانوا يحذرون أن الإنسان يرى أنه صار عالما، ويقولون من قال أنا عالم فإنه جاهل، أن الله جل وعلا يقول وفوق كل ذي علم عليم. بعد ذلك لما تأخر الزمن أنشئت المدارس النظامية، وأنشئت الأربطة لطلب العلم، لطلبة العلم، ورتب المدرسون والطلاب والمقررات. وقد يكون من أول عمل ظهر من ذلك المدارس الكبرى في العالم الإسلامي كالجامع الأزهر وجامعة الزيتونة وجامع القرويين في المغرب، والمدارس الشرقية في البلاد الإسلامية التي نظمت وعمد لها المدرسون والمقررات والمرتبات إلى آخره. ثم أنشئت المدارس النظامية المعهودة الآن، المدارس النظامية من الابتدائي المتوسط الثانوي فالكليات الدراسات العليا، هذه مدارس نظامية، وقررت فيها المقررات على حسب المراحل ومدارك الطلاب، يتدرجون من مرحلة إلى مرحلة، وهي خطوة جيدة والحمد لله، وهذا من توفيق الله للمسلمين إذا اعتني بهذه المؤسسات العلمية، إذا اعتني بها وحفظت من الدخيل وقومت مناهجها واختيرت مقرراتها، فإنها تكون حصنا للعلم لا سيما في هذا الزمان الذي فشى فيه الجهل وازدهرت فيه الدنيا وشغلت الناس عن طلب العلم، وظهرت الاختراعات والمبتكرات وسائل الإعلام المختلفة التي أخذت أوقات الناس وأخذت أذهانهم وأفكارهم، ففي هذه المدارس والجامعات الإسلامية فيها نفع كثير للمسلمين، لكن لا بد أن يعتنى بها، ولا بد أن تحفظ من الدخيل، ولا بد أن ينتبه المسلمون لكيد أعدائهم الذين لا يألون جهدا في اقتحام هذه الحصون العلمية وإدخال الأفكار
المنحرفة فيها حتى تنحرف عن رسالتها. فهذا من فضل الله على هذه الأمة، ولكن لا يجوز لنا أن نغفل عن المحافظة على هذه الدور العلمية، وأن نحذر من الدسايس، وأن نحذر من كيد الأعداء نحوها. فإن المسلمين كلما خطوا خطوة إلى الخير فإن الكفار والأعداء يحدثون لهم أشياء يصرفونهم عن المضي في طريق الخير وطريق الرشد، إلا من رحم الله عز وجل. والدول الإسلامية تنفق على هذه المؤسسات العلمية، لا سيما في هذه البلاد المباركة، تنفق نفقات طائلة لأجل أن تقوم هذه الدور العلمية وتؤدي رسالتها ووظيفتها. فما علينا نحن المدرسين والطلاب والمنسوبين إلى هذه الدور إلا أن نحافظ عليها وأن نظهرها بالمظهر اللائق، لأجل أن تؤدي ثمرتها التي تطلب منها. في العصر الأخير وفي أيامنا هذه، كما أشار الأخ الشيخ عبد الله في مقدمته، أنه حدثت تغيرات في أفكار الناس نحو العلم والتعليم، وصاروا يريدون العلم من غير أبوابه، ويقفزون على العلم من غير طريقه. فحدثت طرق للتعلم غير الطرق التي سارت عليها الأمة منذ بداية عهدها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقت قريب. من ذلك طريقة التعالم، حدثت طريقة التعالم. وما هي طريقة التعالم؟ هناك أناس يزهدون في الدراسة على المشايخ أو الدراسة النظامية في المدارس والكليات، يزهدون في هذا كله ويحذرون منه، ويقولون نحن نقرأ في الكتب ويكفي. فيكونون لهم مكتبات ضخمة ويقرؤون فيها ويتخرجون منها على عجرهم وبجرهم، يتخرجون على أنفسهم من غير مدرسين، وإنما هم يدرسون أنفسهم، وأساتذتهم الكتب والقراطيس. هؤلاء خطر على الأمة، وهؤلاء خطر على العلم، وهؤلاء يجب إرشادهم ونصيحتهم في أن يعدلوا عن هذا الطريق، فإنه ليس طريقا صحيحا، وليس هو طريقا إلى العلم، وإنما هو طريق إلى الجهل. لأن الكتب يكون فيها الغث والسمين، ويكون فيها الخطأ والصواب، بل يكون فيها الدس، ويكون فيها العقائد الفاسدة، ويكون فيها من الأمور الكثيرة. والكتب الصحيحة والنقية تحتاج إلى من يبينها ويشرحها. فالعلم يتلقى بالنص، ويتلقى أيضاً بالفهم. فلا بد من الجلوس في حلق التدريس وفي فصول الدراسة وفي المساجد لدى العلماء. أما أن الإنسان يعكف على كتبه أو على مكتبته ويقرأ هو، وإن صار عنده حصيلة بالاطلاع
حصيلة اطلاعية فإنها غير مؤصلة، هذه الحصيلة غير مؤصلة، لذلك هي مبنية على غير أساس صحيح. وقد يفهم خطأً، وكثيراً ما يفهمون خطأً ويقولون جهلاً، ويصدر منهم ضلال وهم لا يشعرون، كله بسبب عدم تلقيهم العلم من أصله ومن مصادره ومن علمائه. وما أشار إليه الأخ المقدم من صدور فتاوى عجيبة وغريبة وبعيدة عن الصواب، كله بسبب التعالم وبسبب أخذ العلم من القراطيس بدون رجوع إلى أهل العلم. هؤلاء يمكن أن نسميهم قراء، ولو كثر عندهم الاطلاع نسميهم قراء ولا نسميهم علماء، حتى ولو كثر اطلاعهم. ولهذا جاء في الحديث أنه في آخر الزمان يكثر القراء ويقل الفقهاء، فربما يكونون من هذا النوع أنهم قراء لأنهم اعتمدوا على القراءة، قراءة الكتب، قرأوا كثيرا، لا نقول إنهم ما قرأوا كثيرا، ولكن قراءتهم على غير أساس صحيح، وهم يخطئون أكثر مما يصيبون. فعلينا أننا نرشدهم وننبههم إلى الطريق الصواب والطريق الصحيح، والعلم لا يؤخذ اعتباطاً هكذا، وإنما يؤخذ بالتعلم، ويؤخذ بالتدرج، ويؤخذ بالسؤال لأهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كل شيء له أصول. أضرب لكم مثلاً، لو أن إنساناً قرأ في كتب الطب وأراد أن يكون نفسه طبيباً يعالج الناس، وأراد أن يجري جراحة على مريض وهو لم يتعلم الطب ولم يأخذه من مصادره وأصوله، وإنما أخذه من مجرد الكتب، هل يعقل أن أحداً سيثق به ويسلم له نفسه يجرحه يشتغل في بدنه، لأنه ما هو طبيب؟ إذا كان هذا في أمور الأبدان وأمور الدنيا، فكيف بأمور الدين وأمور العبادات وأمور العقائد وأمور الأمور المهمة؟ كيف نسلم لهؤلاء أنهم علماء ونأخذ أقوالهم في دين الله عز وجل ونأخذ بفتاواهم وهم ليسوا أهل علم أصلاء، وإنما هم دخلاء على العلم؟ فلنحذر من هؤلاء ونرشدهم ونبين لهم أن ما سلكتموه طريق غير صحيح وغير مجدي وغير مفيد، لا لكم ولا لمجتمعكم. هناك من يزهدون في الفقه ويزهدون في كلام أهل العلم ويعتمدون على الاجتهاد الشخصي، ويرون أنهم مستقلون وأنهم يأخذون رأساً من كتاب الله ومن سنة رسول الله. الأخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله هذا هو الأصل وهذا هو المطلوب، ولكن الأخذ من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام له أصول وله قواعد وله ضوابط وله علوم معروفة عند أهل العلم. ما كل من فتح المصحف وقرأ حتى ولو كان يجيد القراءة أو يقرأ القراءات السبع أو العشر إن شاء الله، فهذا لا يكفي، لا يكفي أنه يأخذ رأساً من كتاب الله دون الرجوع إلى كلام أهل العلم، لا سيما الصحابة والتابعين وأتباعهم وفقهاء الإسلام، ويستفيد من
علومهم ومن فقههم ومن أصولهم التي أصلوها. أما أنه مجرد أنه يقرأ الآية أو يقرأ الحديث ثم يأخذ منه الحكم الشرعي دون رجوع إلى قواعد العلم وقواعد الاستنباط وقواعد الاستدلال، الخطر عظيم. وإن كان يقول أنا أستدل بكتاب الله وأستدل بسنة رسول الله، نقول له لكنك لا تحسن الاستدلال بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرويدك أن تهلك وتهلك غيرك من الناس. هناك أيضا شيء دب إلى الجامعات والكليات، ألا وهو الاعتماد على المذكرات والملخصات ومحاضرة الأستاذ دون ارتباط بالكتب ورجوع إلى الكتب، بل منهم من يحذر من الكتب ويكتفي بالمحاضرة من صوت المعلم أو يسجلها بمسجل أو يكتبها ويعتمد على الملخصات والمذكرات ويتخرج على هذه الطريقة ثم يتولى أمور المسلمين. هذا لا يقل خطراً عمن قبله، لا يقل خطراً عمن تتلمذ على الكتب، ولا يقل خطراً عمن جعل نفسه مستقلاً بفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من وأوصي إخواني المدرسين في أنهم يتنبهون لأمر الطلاب، فإنهم يسيرون على هذه الطريقة ويقولون النجاح مضمون إذا أخذنا هالمذكرة أو هذا الملخص وفهمناه وأجبنا به نضمن النجاح، لكن ما تضمن الفهم ولا تحصل على العلم، ولا هو المقصود النجاح فقط، المقصود ماذا حصلت عليه، ماذا استفدت من دراستك. فهذا أمر يجب التنبه له، وأوصي إخواني المعلمين والمشايخ أن يتنبهوا لهذا وأن يربطوا طلابهم بالكتب الأصيلة والكتب النافعة ويشرحوها لهم ويبينوها لهم، وأن لا يكونوا معلقين بين السماء والأرض ليس لهم أصل يرجعون إليه. وإيش أصلك؟ المذكرة الفلانية أو الملخص الفلاني، الدفاتر فقط. هذا خطر عظيم يا إخوان، تنبهوا له، وفقني الله وإياكم. أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العلم سيقبض في آخر الزمان، وبين صلى الله عليه وسلم أن قبض العلم ليس انتزاعاً ينتزعه الله من صدور الرجال، وإنما قبض العلم بموت العلماء، قبض العلم يكون بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم أو لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلنحذر من هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن نحرص على تركيز العلم في أبنائنا وفي بلادنا، وأن يتواصل علماء في أقطار الأرض، علماء المسلمين، بتركيز العلم قبل أن يزول، وقبل أن يقبض حملة العلم. أوصي العلماء والحاضرون منهم ولله الحمد في هذه الجلسة كثيرون، أوصيهم بأن لا يبخلوا على أبنائهم وعلى بلادهم بنشر العلم والتعليم في المساجد، في المجالس، في المدارس، في كل مجال، أن يركزوا على زرع العلم وزرع العقيدة وزرع الخير
في نفوس المسلمين وشباب المسلمين حتى يبقى لهم هذا العلم، وإلا فإن العلامات تدل على مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، إن عاجلا وإن آجلا، إنه يقبض العلم بموت العلماء. لكن الحمد لله ما دام العلماء فيهم بقية فنوصيهم بأن يحملوا علمهم وما أعطاهم الله، حملوه لخلفهم وأولادهم وبلادهم، ليبقى هذا العلم لهذه الأمة الإسلامية التي لا تزال بخير ولن تزال بإذن الله إلى أن تقوم الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لوجهه الكريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. في ختام هذه المحاضرة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير لفضيلة شيخنا على هذه المحاضرة القيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينفعنا بها، وأن يجعلها شاهدة لنا لا علينا. أيها الأحبة، نستسمح شيخنا عذرا أن نطرح بعض الأسئلة التي وردت إلينا من الإخوة الحاضرين، وهي كثيرة، نختار منها. وسؤال تكرر كثيرا، يقول السائل: فضيلة الشيخ، إنه قد كثرت وثارت ضجة إعلامية حول قضية تكسير الأصنام والتماثيل بحجة المحافظة على التراث التاريخي ونحوه، فما رأي فضيلتكم في مثل هذه الشبهة؟ نعم، تكسير الأصنام والتماثيل أمر مطلوب، واجب في دين الله. إذا قدر المسلمون، إذا قدروا على ذلك، إنه يجب عليهم أن يحطموا الأصنام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، حطم الأصنام التي على الكعبة التي حولها، حطم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذا أمر مطلوب، فإذا تيسر للمسلمين هذا فإن هذا واجب عليهم، واجب عليهم تحطيم الأصنام وهدم الأبنية التي على القبور والمشاهد التي على القبور التي بناها الخرافيون والقبوريون، إن هذه أصنام أيضا وأوثان. هذه البنايات على القبور التي صارت سببا لعبادة الأموات والاستغاثة بهم، هذه أصنام وأوثان، فيجب أيضا هدمها. لكن قبل هدمها لا بد من توعية الناس والبيان للناس والدعوة إلى الله، وبيان إن هذا شرك بالله عز وجل أو هذا من وسائل الشرك وأن بقاءه لا يجوز. لا بد من التوعية أولا، ثم بعد ذلك يتبع هذا بإزالتها. نعم. سائل يقول: كثير من الفتاوى المعاصرة التي تنشر على الناس عبر وسائل الإعلام المعاصرة من قنوات وإنترنت وغيرها ينقصها التأصيل العلمي، وربما تخالف النصوص الشرعية الصريحة، فلو تصدى أمثالكم حفظكم الله للرد على ما ينشر في مثل هذه القنوات والفتاوى ولبيان الحق للناس، ولو كان لفضيلتكم موقعا على الإنترنت يفيد منه القاصي والداني، فما رأيكم؟ لا شك أن هذه الفتاوى الضالة أنها خطر على المسلمين، وهي ناشئة عن أحد أمرين: إما عن جهل بأمور الدين وعدم التأصيل العلمي، والجاهل يصدر منها عجائب، والأمر الثاني أن تكون صادرة عن هوى، عن هوى النفوس والعياذ بالله،
وهذا أشد وأخطر، هذا أشد وأخطر. إذا كانت عن هوى، هو يعرف الحق لكنه عدل عنه لهوى في نفسه، فالأمر أخطر وأشد. أي لا تخلو عن هذين الأمرين، وكلاهما خطير، هما أمران أحلاهما مر كما يقول الشاعر. وأما ما يجب على العلماء تجاه هذه الفتاوى وهذه الأفكار، فلا شك أن الواجب على العلماء مقاومتها وصدها وبيان زيفها، وذلك بأن يكونوا لهم، يكونون لهم وسيلة إعلام فضائية، ويكافحون هذه الأمور، ويزيفون هذه الأفكار وهذه الفتاوى. فإذا عرف أهل الباطل أن أهل الحق لهم بالمرصاد كفوا عن شرهم، وإلا فإنهم سيتجرؤون ويغتر الناس بهم ويقولون هؤلاء هم العلماء. إذا لم يكن هناك من أهل العلم من يقف في وجوه هؤلاء، صاروا هم العلماء في عرف الناس. نعم. سائل يقول: يوجد عادة عند بعض القبائل، وهي أنهم إذا مات عندهم إنسان أقاموا العزاء لمدة 3 أيام، يفد عليهم الناس ممن يعرفونهم كل يوم بذبائح جاهزة للغداء والعشاء، ويجتمعون ويتحدثون حديثا أغلبه في الدنيا. السؤال: هل هذا الاجتماع هو المنهي عنه كما في حديث جرير: كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام من النياحة؟ نرجو التفصيل أثابكم الله. هذا ظاهر من قول جرير رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام لهم من النياحة. هل هو الواقع في هذه تجمعات اللي يسمونها للعزاء؟ لا داعي إلى هذه الأمور وهذه التكاليف الباهظة، وتعطيل الأعمال وتعطيل طلب الرزق. والموت يشتغل بالناس بالساعة والدقيقة، إذا كانوا كل ميت يبي يقيمون له هذا العزاء وهذه، تعطلت أشغال الناس ومصالح الناس. وهذا من ناحية. الناحية الثانية أن هذا ما أنزل الله به من سلطة. الصحابة ما كانوا يعملون هذا، كما قال أحدهم وهو جرير رضي الله عنه: كنا نعد، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. هذا حكاية لواقع الصحابة رضي الله عنهم، هذا لا أصل له. العزاء مشروع، وهو مواساة الميت، أن تقول أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك. إذا لقيته في أي مكان، في المسجد، في السوق، في المتجر، في المكتب، في تتصل عليه بالتلفون. اليوم الاتصال سهل، تتصل عليه بالتلفون وتعزيه وتطيب خاطره وتدعو للميت، هذا شيء طيب. أما الترتيب والاجتماع بأيام وجلب ذبائح وأطعمة، وهذا كله ليس له أصل من دين الإسلام، بل هو تكاليف، وربما يتطور ويكون من التأبين والجزع والنياحة على الميت. نعم. سائل يقول: كثرت في هذه الأيام المؤلفات في مسألة والكلام في المسألة العملي وعلاقته بالإيمان، وكثر النزاع فيها من أناس يعدون من أهل العلم، فهل بينتم حقيقة منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في هذه المسألة لطلبة العلم؟ وفقكم الله لكل خير. هذه المسألة ولله الحمد واضحة، ندرسها في عقائدنا في كتب العقيدة، درسناها في المعهد وفي الكلية ولا نزال ندرسها في المساجد. والمرجع في هذا إلى كتب السلف، ما هو إلى الكتب المعاصرة، مرجع إلى كتب السلف الصالح، وهي متوفرة وموجودة ولله الحمد، نرجع إليها، وفيها تعريف الإيمان وبيان الإيمان. هذا الذي كنا ندرسه ودرسه علماؤنا وتدارسه المسلمون
من عصور السلف الصالح إلى وقتنا هذا، وهي مسألة منتهية ولله الحمد، مدروسة محررة موجودة في المقررات وفي الكتب، كتب أهل السنة والجماعة، نرجع إليها وندرسها ويزول الإشكال بإذن الله. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: إن الأمراض النفسية قد كثرت في هذا الزمان عند بعض المسلمين، فهل هناك علاج غير الرقية الشرعية يمكن الرجوع إليه؟ وكأنه يشير إلى العيادات النفسية والعلاج فيها. الأمراض النفسية على قسمين: القسم الأول أن يكون سببها الوسواس أو مس الجن، الوسواس الذي يوسوس به الشيطان إلى الإنسان ليضيق صدره وليشغله، أو بسبب مس الجن ومخالطة الجن للإنس، وهذه علاجها بذكر الله والاستعاذة من الشيطان والرقية الشرعية، وهي متيسرة ومتوفرة ولله الحمد في كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني أن يكون هذا من باب المرض النفسي، وهذا علاجه عند الأطباء، والله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه، جهله من جهل. الله سبحانه وتعالى أنزل الداء وأنزل الدواء، سواء كان الدواء من الرقية الشرعية ومن كتاب الله وسنة رسوله واستعاذة من الشيطان، أو من الأدوية المباحة، كله موجود ولله الحمد. نعم. أخ يقول: أما بعد، فيا فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله وأريد منك تبين حكم الأخذ عن بعض مشايخ أو المشايخ المبتدعة كالصوفية وغيرهم، وإن كان الطالب لا يتمسك بعقائده. حذر السلف من الجلوس إلى المبتدعة والأخذ عنهم، فلا يجوز الأخذ عن المبتدعة، بل يأخذ عن أهل السنة وعن علماء أهل السنة، وهم موجودون ولله الحمد. نعم. سائل يقول: معلوم أن علم الجرح والتعديل علم شريف له أهله الذين جعلهم الله قائمين به لتبيين تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين، ولكن يلاحظ أن فئة من الشباب طويل بالعلم تسنموا مثل هذا الجبل الوعر، فتكلموا في دعاة ورجال، فحدثت الفتن وانتشر الشر في أوساط الشباب، وعاد التعصب من جديد لجراء ما تكلفوه من العلم الذي هو مقصور على أهله، فنرجو التوجيه في مثل هذه القضية. هذا على قسمين: القسم الأول أن يكون الجرح والتعديل في أناس ماتوا وانتهوا، هؤلاء الحمد لله كتب العلماء في بيان الجرح والتعديل كافية في هذا، نرجع إليها ونعرف الرواة المجروحين والرواة المعدلين. ولكن أنا ما أجيز لطالب العلم المبتدي أنه يدخل في الجرح والتعديل ومطالعة كتب الجرح والتعديل، أوصيه أن يتعلم أولاً، يتعلم أولاً مصطلح الحديث، ويأخذ هذا العلم عن أهله، ثم بعد ذلك يطلع على كتب الجرح والتعديل، لأنه صار عنده أهلية للاطلاع. أما أنه يكون إنسان ما عنده أهلية ولا درس، وإنما غاية ما هو أنه يأخذ كتب الجرح والتعديل ويقرأ فيها ويقول فلان كذا وفلان كذا، هذا خطر، وهذا هو من النوع الذي ذكرنا لكم، التعالم أو الاعتماد على الكتب بدون تأصيل. أما إذا كان القصد أناس معاصرين، جرح وتعديل في أناس معاصرين موجودين، فهؤلاء تترجم لهم أعمالهم، تترجم لهم أعمالهم وأقوالهم وكتاباتهم، فإذا كانت أعمالهم وأقوالهم وكتبهم مستقيمة لا يجوز الجرح فيهم، إذا كانت أعمالهم وأقوالهم فيها شيء من الخطأ فيبين الخطأ، يبين الخطأ، وليس الهدف الشخص، إنما
الهدف بيان الخطأ لئلا يغتر به الناس، وله بالقصد تجريح الشخص أو تنقيص الشخص، وإنما الهدف بيان الحق وبيان الخطأ من الصواب، وهذا لن يضر الشخص بل هذا ينفعه، قد يتنبه ويرجع عما أخطأ فيه، لا سيما إذا كان الكلام معه هو أولا فإن هذا قد ينفعه ويرده إلى الصواب، أو الكتابة كتبت وأرسلت إليه قد تكون سببا في هدايته ورجوعه إذا كان يريد الحق، أما إذا كان لا يريد الحق هذا له شأن آخر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل التتلمذ على شروح العلماء عن طريق الأشرطة مفيد؟ لا، الاقتصار على ذلك لا يفيد، اقتصار على الأشرطة أو على الكتب دون أخذ عن أهل العلم هذا لا يفيد بل يضر أكثر مما ينفع. أما إذا كان الإنسان يطلب العلم على العلماء ويدرس وسائر في طريق الصحيح لطلب العلم فلا مانع أنه يستفيد من الأشرطة، يستفيد من الشروح، من الكتب، طالع فيها، لأنها تزيده فهماً وتزيده علماً، وإذا أشكل عليه شيء فليراجع مشايخه ومعلميه فيما أشكل عليه. أما إنسان يقتصر على هذه الأشرطة وهذه الشروح والكتب بدون معلم هذا لا يجوز، وهذا هو الخطر. نعم. سائل يقول: أنا طالب علم مبتدئ وأريد أن أسلك في طلب العلم طريقة معينة، وهي التفرغ لحفظ كتاب الله 3 سنوات، ثم التفرغ لدراسة علوم اللغة 3 سنوات أو 4، وهكذا بقية العلوم، فما رأي فضيلتكم؟ أنا رأيي أنك ترتب الدروس على المشايخ، هذا تدرس عليه النحو، هذا تدرس عليه في الفقه، هذا تدرس عليه في الحديث، وهكذا، وهذا تدرس عليه في العقيدة، وتأخذ العلم شيئا فشيئا، والعلوم يخدم بعضها بعضا ويساعد بعضها بعضا، فتأخذها عن هذا الطريق، ما هو بأنك تفرغ الفن سنين ثم الفن الثاني تفرغ له، هذا يأخذ عليك العمر ولا قد لا تصل إلى المطلوب. لكن إذا رتبت درس في القرآن وحفظ القرآن ودرس في النحو، درس في الفقه، درس في التوحيد، درس في الحديث، درس في التفسير، وأخذت شيئا فشيئا فهذا يساعدك وبإذن الله تصل إلى المطلوب. نعم. سائل يقول: نحن طلبة في إحدى بلاد العالم الإسلامي، نريد طلب العلم والتفقه في الدين لحاجة الناس والمجتمع الماسة إلى ذلك، غير أن انعدام مصادر التلقي من العلماء والمشايخ يقف عائقا في طريق الطلب، فكيف يؤصل الطالب نفسه علميا في حال عدم توفر المشايخ؟ هذا يكون عاجزا عن التأصيل، يكون عاجزا عن التأصيل، فعليه أن يحاول اللقاء بأهل العلم والوصول إليهم مهما استطاع. الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، يتصل على أهل العلم بالتلفون، بالمكاتبة، ويعرض عليهم ما أشكل عليه، ولكن التعلم لا يحصل بهذه الطريقة، إنما يحصل بالتفرغ والجلوس إلى أهل العلم سواء في المساجد أو في المدارس أو في الكليات، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، فعليه أنه يحاول ويستعين بالله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. نعم. هذا سائل يسأل في مسألة في الحج، يقول: رجل حج قبل 10 سنوات وعمل كل أعمال الحج إلا طواف الإفاضة وسعي الحج، وفي هذا العام جاء حاجا عن والدته، فهل حجه هذا عن أمه صحيح قبل أن يتم حجه الأول عن نفسه؟ نعم، يحج عن أمه، وإذا فرغ من مناسك الحج الذي أحرم به هذه السنة
فإنه يطوف ويسعى عن الحج الماضي، يطوف ويسعى عن الحج الماضي. ولو أنه قبل يحرم بالحج عن أمه جاء وطاف وسعى وكمل الحج الماضي لكان أولى وأحسن وخروجا من الخلاف، لكن ما دام أنه أحرم بالحج عن أمه وجاء حاجا عن أمه فليكمل الحج عن أمه، وإذا فرغ منه فإنه يطوف ويسعى عن الحج الماضي. نعم. سائل يقول: هل يجوز نقل شجرة من أشجار مكة إلى خارجها وهي من نبت الربيع؟ نبت الذي ينبت من المطر لا يجوز قلعه ولا نقله ولا يجوز التصرف فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة: لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها، لا يتعرض له بشيء، إنما هذا فيما زرعه الآدمي، الأشجار التي غرسها الآدمي، النخلة أو الشجرة التي غرسها الآدمي وسقاها، هذه له أن يتصرف فيها وله أن يقلعها. أما ما نبت بالمطر أو من غير سقي فهذا وهو داخل حدود الحرم هذا لا يتعرض له المسلم. نعم. سائل من وهو سؤال من أحد المدرسين يقول: في الصباح الباكر تقوم بعض المدارس بتشغيل مسجل لقراءة القرآن كي يستمع إليه الطلاب صباحا، والحال الغالب أنهم لا يستمعون بل ينشغلون باللعب واللهو والمزاح، فهل يجوز والحال هذا تشغيل القرآن؟ لا بأس به إذا كان يستفاد منه ويستمع إليه، أما إذا كان ما يستفاد منه ولا يستمع إليه وإنما الطلاب في ضجيجهم ولعبهم وصخبهم فهذا لا يستفاد منه فلا يشغل. نعم. وأخ يسأل يقول: كيف نرد على من ينكر أن المقصود بالعلم في الآيات والأحاديث هو العلم الشرعي ويقول تدخل فيه علوم الطبيعة؟ نقول: أنت اللي هات الدليل على إنها المراد به علوم الطبيعة. الأصل فيما جاء في الكتاب والسنة أن المراد العلم الشرعي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت أنك تخرج عن هذا الأصل هات لنا دليل. نعم. هذا سؤال تكرر وهو من كثير من طلبة العلم، يقولون أو يألمون أن تخبروهم عن صحة فضيلة الشيخ بكر أبو زيد، لأننا سمعنا أخبارا أزعجتنا ولا ندري ما صحتها وفقكم الله. أخباره بالتفصيل ما عندي منها شيء، لكن بالجملة الشيخ بكر بخير إن شاء الله، أجرى عملية وهو في دور النقاهة في المستشفى ويزداد تحسنا ولله الحمد، ونرجو له الشفاء والعافية. اللهم. نعم. اللهم. في ختام هذه المحاضرة لا يسعنا إلا أن نتقدم بعظيم الشكر والتقدير لفضيلة شيخنا الشيخ صالح على هذه المحاضرة القيمة، كما نشكر معالي مدير الجامعة المكلف الدكتور ناصر بن عبد الله الصالح على إتاحته لنا هذه الفرصة لهذا اللقاء، كما نشكركم أنتم مشايخنا الفضلاء وضيوفنا الأعزاء وزملائنا الكرام وإخوتنا الطلاب على إجابة هذه الدعوة، سائلين المولى عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.